على فتح امبارح علاء وابن 23 حد تاني اتحكم عليه 15 سنة عند مجلس الشورى وقت كتابة الدستور، بنطالب أعضاء لجنة الدستور إن هم يعملوا مادة تمنع تماما الحركات العسكرية بدنيا. اتحكم عليهم 15 سنة، القاضي تحايل وحكم بحكم إيجابي رغم إن هم كانوا موجودين بره، لكن عشان المحاكمات بتعقد في معهد أمناء ترى ممنوع اي حد يدخل غير لما القاضي يدي تاشيره للحرس اللي على الباب، فهم كانوا منتظرين قدام الباب مستنيين ان هو يسمح لهم بدخول لحضور جلساتهم، ودي حاجه بيعملوها كل جلسه. وفجاه لقوا حد بيقبض عليهم وتقال لهم ان في حكم فعلا طلع عليهم 15 سنه غيابي، واخدوهم كانهم عليهم حكم غيابي وفرفضوا. هم دلوقتي في سجن ترى واحنا موجودين هنا قدام قصر القبه، بنقول الحريه لعلي، بنقول الحريه لباقي الحريه، بنقول الحريه لاي حد ضحيه قانون تظاهر او ضحيه تحايل او ظلم القضاء.